بشكل كبير جدا. الظروف المناخيه اللي احنا بنلعب فيها، بنلعب فوق سطح البحر زي ما انت عارف، بتلعب بره ارضك، بتلعب على ارضيه ملعب مش جيده، تمام؟ فدي كانت صعوبات يعني. الحاجه الثانيه ما اعرفش، يمكن انا ما شفتش الكره لحد دلوقتي، لكن اعتقد ان هي بينالتي الكره بتاعت جدا. لا هي من بره، ما فيش اوضح من كده. هي من بره. من بره ولا على الخط؟ لا من بره، هتشوفها في الاعاده لما ترجع مصر. من بره، هي تعاد قدامي. هي بيومي عيدها تاني كده، بيومي بعد اذنك. لا من بره، من بره. لا من بره خالص. لا هي من بره، من بره. من بره خالص يعني، انا ما شفتهاش يعني. باينه لنا احنا في الملعب انها من جوه، بس المشكله مش بره ولا من جوه. جوه المشكله، هي ما اتحسبتش اساسا. يعني الحمد لله على كل شيء. ويعني اعتقد ان كانت النتيجه لو فيها مكسب، وخصوصا الفرص اللي احنا ضيعناها النهارده كانت الى حد كبير برضه سهله. عندنا بركات عنده فرصتين، فرصه ابو تريكه كانت سهله قوي، محمد ناجي جده كان عنده فرصتين، لكن ما كان يعني مش راضيه الكره النهارده. أيوة. اللي عاجبني زي ما قلت لك يا كابتن كريم، هي الروح. يعني الشوط الثاني اي فرقه بتروح تلعب في اثيوبيا بتبقى متاثره جدا بالاجواء، وخصوصا في الشوط الثاني، وتحديدا في اخر 25 دقيقه من الشوط الثاني بتبقى الدنيا صعبه قوي. ودي الفتره اللي لعيبه النادي الاهلي كان عندها اصرار وعزيمه، اللي انا اعرفها هي روحهم واصرارهم ان هم يتغلبوا حتى على الظروف الصعبه ديت. ده اكتر شيء بسطني يعني النهارده. كابتن سيد، حددتوا ميعاد مباراه العوده؟ يعني هنقعد مع الجهاز الفني، لكن غالبا هيبقى 7 او 8، وان كان الاقرب يبقى 8 ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن سيد بشكرك شكرا جزيلا، ومبروك للنتيجه النهارده، وان شاء الله تكملوها على خير في لقاء العوده في القاهره. نروح برضو في نفس المكان في اثيوبيا ومعسكر النادي الاهلي، معايا الكابتن محمد يوسف مدرب النادي الاهلي. كابتن محمد ازي حضرتك؟ اهلا كابتن كريم، ازيك وازي صحتك؟ الله يخليك كابتن، مبروك. مبروك فيك، الله يخليك. وبسلم على مين بقى، كابتن زيزو معاك في الاستوديو؟ لا احنا خلصنا الاستوديو التحليلي، انا لوحدي دلوقتي في البرنامج اليومي عادي. طيب اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. مبروك النهارده لنادي الزمالك، عرفنا انه فاز بهدف لرزاق. لا مبروك الله، ومباراه العوده ان شاء الله يعملوا نتيجه كويسه ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد، النهارده في بعض النقاط الفنيه اللي عايزين نتكلم فيها مع حضرتك. يعني اول حاجه في الشوط الاول، النادي الاهلي بيلعب بليبرو، حسام غالي، محمد نجيب، احمد السيد، بيلعب اثنين هاف ديفندر، محمد شوقي وحسام عاشور، لكن برضه حسينا ان مفيش عمق في دفاع النادي الاهلي. والشوط الثاني اتغير القصه دي تماما، شفنا حسام غالي بيعمل عمق، بيقدر يقطع كل الكرات اللي اتلعبت من ورا خط دفاع النادي الاهلي. هل مستر مانويل وجه حسام غالي بين الشوطين ونبهه للحته دي؟ بالطبع، يعني فعلا صحيح ان حسام غالي فيه يمكن كوره كلنا شفناها، الكره الوحيده يمكن اللي جت فيها خطوره شويه على مرمى الشريف اكرامي، ودي كان نتيجه ان حسام يعني عمل زي اندفاع شويه قدام الاستبارين. وفعلا مستر مانويل يعني قال لي اداني تعليمات ان اقوم لحسام غالي على اساس ان انا اقول له دايما يبقى ورا المدافعين، يستنى الحاجات اللي هي ورا المدافعين. ايوه. وقمت فعلا يعني وجهته في الحته دي، مهمه جدا. انت عارف ارضيه الملعب ما كانتش كويسه، وارد جدا ان ممكن يحصل اخطاء او حاجه، فيبقى حسام بيلعب دور التامين في حته ان اي حاجه تبقى ورا الاثنين الاستوبرين يبقى هو يقدر يبقى في تعامل معاها. والحمد لله انه عملها كويس، وحسام يعني من اللعيبه اللي عندها خبره وبيقدر يعمل تكيف بسرعه يعني تبع التعليمات اللي بتجيله. ايوه. لكن انا عايز اقوله برضه النهارده، مباراه النهارده مباراه صعبه، يعني انا بكلمك داخلين في شهرين من غير مباراه رسميه، وانت عارف طبعا فورمه المباراه الرسميه مختلفه تماما عن فورمه الاول او الماتشات الوديه زي ما بنقول. اكيد طبعا، اكيد. وجايه طبعا وجايه طبعا بقى مع يعني كلنا عارفين جو اثيوبيا لعبنا فيه كتير، وعارفين انه 2400 متر فوق سطح البحر بالاكسجين قليل، بالاضافه طبعا لارضيه الملعب مش كويس خالص. الحاجات دي كلها طبعا يعني انا بحيي اللعيبه النهارده، اللعيبه فعلا رجاله، والحاجه اللي بارزه قوي النهارده هي روح فنيه النادي الاهلي اللي احنا دايما بنتكلم عنها، النهارده كانت ليها دور كبير قوي في ان احنا نأدي الاداء ده يعني. بالظبط. كابتن محمد، يعني لسه في بدايه، قبل ما اخش مع حضراتكم، كابتن سيد عبد الحفيظ برده كان معايا على التليفون من شويه، بقول كل ما المسابقه هنا في مصر ما بتتلعبش وكل ما الوقت بيعدي، ده بيقلل المخزون البدني والفني بالنسبه لاي فريق، وده اللي هيواجه الاهلي والزمالك في الفتره اللي جايه.
طبعا 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 انت كلامك هتعوضوا الكلام ده ازاي يا كابتن محمد كنادي الاهلي يعني؟ انا لسه كنا بنتكلم مع اللعيبه النهارده قبل الماتش ان احنا النهارده عشان نظهر بجزء كبير قوي من مستوانا او يعني حاجه قريبه قوي لمستوانا لابد ان يكون الروح عاليه جدا عشان تعوض الظروف اللي انت بتلعب فيها ظروف غير طبيعيه، ان تقعد شهرين ما لعبتش ماتش رسمي وتيجي على مباراه في افريقيا بره ملعبك في ملعب وظروف الجو زي ده فدي لازم تبقى الروح القتاليه عندك وروح الفانيله الحمراء عاليه جدا، دي حاجه. ايوه انما اللي انا عايز اقوله لك هو ده الكلام اللي انت قلته ان مباراه الدوري انت عارف لما كنت بتلعب رجلك في الملعب على طول ما حدش هيخاف على الاهلي ولا الزمالك خلاص انت فورمه المباريات والحساسيه بتاعت المباريات ودي موجوده عند اللعيبه ولعيبه الاهلي والزمالك عموما هي متعوده على كده، متعود انه بيلعب كل اربع ايام خمس ايام على ضغط ثلاث نقط والمنافس بتاعه كسب فهو لازم يكسب والمنافس تعادل فانا عايز اكسب عشان اتصدر، الحاجات دي كلها هي دي الاجواء الطبيعيه للعيبه الاهلي وكذلك طبعا لعيبه الزمالك، فالحته دي لما بتبعد شويه انت مهما كان ومهما بتكلم اللعيبه وبتعدهم نفسيا وي 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 الا ان برضو الحته دي بتاخد شويه من التركيز، لكن النهارده اقول لك بحيي اللعيبه كلها اللعيبه كلها ما شاء الله النهارده يعني في مثلا شوقي بقى له فتره طويله جدا بعيد النهارده ظهر بمستوى عالي جدا، بركات بقى له فتره الاداء يعني مباراه ما فيش مباراه رسميه وكان مصاب فتره طويله وقعد فتره ما دخلش معانا من بدايه ما اشتغلنا. ايوه ابو تريكه النهارده كان ما شاء الله لما نزل عمل تغيير تام في الحته الهجوميه وعمل لنا خطوره ويمكن جاب له فرصه بس باد لك حطها لكن جت في جسم الجون. النهارده برضو اضعنا اكثر من ثلاث اربع اهداف كانوا ممكن يسهلوا علينا اكتر لكن الحمد لله احنا بنقول برضو ان النتيجه الى حد ما ولكنها هي خادعه شويه برضو لان انت عارف احنا شغل في الكوره 0-0 بره ملعبك خطيره جدا يعني بالظبط يعني اي نتيجه ايجابيه عندك في ملعبك هتبقى مشكله بالاضافه الى ان هو عنده فرص انه ممكن يلعب على جون او حاجه يلعب على كثافه هجوميه في الاول يحاول يسجل اهداف او حاجه ده هتصعب من مأموريتك يعني ويمكن حصلت قبل كده لو تفتكر في 98 كنا احنا حتى موجودين تعادلنا معاهم هنا 1-1 وجم هم تعادلوا معانا هناك 2-2 وخرجنا يعني فاحنا ان شاء الله يعني بمجرد ان شاء الله نشتغل ابتداء من يوم الاربعاء ان شاء الله هنتمرن صباحا والتركيز طبعا هيبقى منصب كله على مباراه العوده ان شاء الله. طيب كابتن محمد هتلعبوا المباراه ان شاء الله في ملعب الكليه الحربيه؟ والله هو التعليمات لغايه دلوقتي اللي جايه لنا كده بس مش عارف بقى هل هيحصل تغيير ولا حاجه لكن موقفنا زي موقف الزمالك النهارده اللعب انا عرفت انه لعب في استاد الكليه الحربيه. طب موضوع الجمهور يا كابتن اتحدد ولا لسه؟ ما عنديش والله فكره لسه ما اتحددش او ما عندناش اي خبر في الحته دي لكن احنا بنتمنى ان شاء الله ان المباراه تكون بجمهور وتبقى فعلا سبب ان شاء الله في عوده المباريات بجمهور عادي وندي انطباع لمصر ان شاء الله عن مصر في جميع الدول ان الدنيا اتظبطت والدنيا بقت امان في مصر والحياه طبيعيه ان شاء الله. بشكرك كابتن محمد يوسف وترجعوا ان شاء الله كل البعثه بالسلامه الى القاهره ان شاء الله وتستعدوا بشكل جدي لمباراه العوده. على الناحيه الثانيه معانا الكابتن حازم امام الصغير لاعب نادي الزمالك. حازم ازيك؟ حازم طيب التليفون قطع يا جماعه. طيب اتكلمنا عن مباراه النادي الاهلي وشايفين الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره كابتن محمد يوسف راضيين عن الاداء راضيين عن النتيجه وكلنا راضيين عن النتيجه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي وعلى الاداء في الشوط الثاني اللي اتحسن كتير بعد نزول محمد ابو تريكه وزي ما قلنا 0-0 ان شاء الله تخلي النادي الاهلي هنا في القاهره يقدر يعدي عقبه البني الاثيوبي يوصل لدور ال 16 باذن الله. نتكلم بقى شويه على نادي الزمالك لكن قبل ما نتكلم شويه على المباراه ونقول ايه اللي حصل في الشوط الاول والشوط الثاني نروح لحازم امام لاعب نادي الزمالك. ازيك يا حازم؟